سماحة الشيخ من المعلوم من سيرتكم أنكم أصبتم في بصركم منذ الصغر وقد بلغتم مع ذلك شغوا عظيما في العلم فما الشيء الذي استعنتم به بعد الله فيما وصلتم إليه من العلم؟ كان تعلمي أولا وأنا بصير، كنت ولدت في ذي الحجة سنة 30 و300 ألف من الهجرة، وتعلمت بعد العاشرة 11 و12 كملت القرآن ثم اعتنيت بحفظه ودرست على المشايخ وأنا صغير قبل أن يذهب بصري على شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ، وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف على الشيخ، وشيخ حمد بن فارس، الشيخ سعد بن عتيق، ثم على شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في العقد الخامس من القرن الرابع عشر وأنا بصير، حفظت جملة من المتون وأنا بصير. ثم بدأ المرض في العينية سنة 46 وأنا في 16، وذهب بصري في أول سنة 50 وأنا ابن 19، حين ذهب بصر وأنا ابن 19 سنة. قد حفظت جملة من المتون ودرست جملة من المتون في العقيدة وغيرها وأنا بصير، وكتبت أشياء وأنا بصير والحمد لله. ثم كملت الدراسة بعد ذهاب البصر إلى عام 57، ثم عينت للقضاء في عام 57 في آخر جمادى الآخرة سنة 57 في منطقة الخلج، وأقمت بها هناك 14 سنة في الخلج وأشهر، نظمت فيها حلقات العلم، ودرس علي جم غفير من الطلبة من أبناء نجد وغيرهم. ثم رجعت إلى الرياض في آخر عام 71 وبشرت الدراسة في المعهد العلمي في الرياض سنة 72، ثم في الكلية كلية الشريعة سنة 72 إلى سنة 80 ودروسي في الكلية، وتخرج منها الجم الغفير من الطلبة سنة 76 وما بعدها. ثم عينت في الجامعة الإسلامية وباشرت العمل فيها مديرا لها سنة 81، وبقيت فيها إلى آخر عام 95، ثم انتقلت منها في شوال عام 95 إلى دار الإفتاء في شوال عام 95 إلى يوم هذا، ونظمت الحلقات في المدينة أيضا، حلقات في المدينة في المسجد النبوي مدة إقامتي هناك مع الدروس التي أقوم بها في للطلاب في كلية الشريعة وكلية الحديث في الجامعة وكلية الدعوة. ثم بعد رجوعي إلى الرياض عام 95 في شوال نظمت الدروس في الرياض والحمد لله، ونسأل الله أن يتقبل عمل وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والنفس، والدروس باشر والحلقات العلمية باشر إلى يومنا هذا في الرياض، من حين وصلت الرياض إلى يومنا هذا مع الدروس السابقة في الرياض.